لتقدم للعالم نموذجا متقدما ومتسامحا يظل الأكثر تألقا في التاريخ القديم، حيث التقت شعوب عديدة وديانات شتى في ظل قيادة عربية إسلامية لمدة 8 قرون غلب عليها التجاور والتحاور والامتزاج والأخذ بقيم حضارية عليا باتت تتوارى في عالم اليوم الذي تحكمه القوى وانقطاع الحوار. ومن شواطئ إفريقية كانت البداية مع اليد التي فتحت الطريق لحضارة الأندلس. ستستعيد عافيتها هناك يا مولاي بفضل الرب الرحيم. أليس هذا ممكنا ما دامت تعود إلى موطنها الذي نشأت فيه وأحبته أيها الطبيب؟ نعم أقصد ربما
سأعدها للرحيل معي يا مولاي. لكن السفر بها في مثل هذا الجو قد يضرها. ولعلمك يعقوب أفضل أطباء إسبانيا، لن تجد في سبتة من هو في مهارته. أثق بالله ومعجزاته يا مولاي، ستكون في أمان معي حتى نصل إلى سبتة. ما رأيك أيها الطبيب؟ ها؟ ما دامت قد طلبت ذلك فتلك علامة مبشرة. ربما التبس على يوليان فظن أنها تخاطبه. حاول أنت أن تخاطبها. أبي خذني معك. رأيت يا مولاي؟ رأيت؟ إلى ابن نصير يا عياط. احضر كلامك يا عثمان. أخبر الأمير بوصولنا يا هذا، وأخبر خان أبا عبدة أيضا بذلك. الحمد لله على سلامتكما. هل أنت سعيد حقا بعودة أخويك يا أبا عبدة؟ ولم لا؟ أنت قلتها أخوي. أراه سعيدا حقا بعودتنا يا عثمان. ستكون سعادتي أكبر لو أن أمير المؤمنين قد عفى عنكما. تقريبا. ماذا تعني بتقريبا يا عثمان؟ يعني أننا قدمنا اعتذارنا إليه ورجونا عفوه بعدما شرحنا له اضطرارنا إلى هذه المواجهة التي أنبهت عقيل هؤلاء البربر. وكان عليه أن يقتنع، لأننا كنا مضطرين إلى ذلك بعدما بدا الغدر في تصرف بعضهم، وسبق أن قلنا ذلك لموسى. أنا لا أطلب إقناعه، المهم أن يرى أمير المؤمنين أنكما تستحقان عفوه. بقي موسى بن نصير فقط. أبعد عفو أمير المؤمنين عفو يا عياط؟ لقد ترك الأمر لموسى، عاد له النظر في أمرنا ليكون بين يديه. أرأيت؟ اهدأ يا عثمان، فلابد وأن أبا عبد سيسعى لدى أمير القيروان موسى في أن ينتهي هذا الأمر. أمل أستطيع ذلك، مع أن حسم الأمر يتوقف عليكما أولا يا عياط. وماذا تريدنا أن نقول لموسى حتى يلين جانبه؟ أنا لا أتحدث عن أقوال يا عياط، بل أتحدث عن سلوك وأفعال، هذا ما يقنع موسى أكثر. سيرى منا خيرا بإذن الله، ولكن عليك أن تساعدنا يا أخي. وما الأخبار هنا يا أبا عبد؟ يشغلنا الآن أمر طنجة وحصار طارق لثغر سبتة المواجه له، وهذا ما يدفع أمير القيروان للتفكير من أجل بناء سفن. بناء سفن؟ من أجل مواجهة احتمال هجوم الروم من البحر. كل هذا من أجل طارق هذا؟ بل كل هذا من أجل ما حققناه من سيطرة على ثغر طنجة. ولا أراك قد غيرت رأيك في شأن طارق والبربر يا عثمان. أنت لم تتغير، وأخشى أنك لن تتغير أبدا. هو لم يقصد يا أبا عبدة. ربما يعني أن خطورة الأمر بهذا الشكل قد تستدعي وجود موسى بنفسه هناك يا أخي. موسى يدير البلاد كلها في وقت واحد من القيروان، وهناك أيضا أمر الدعاة الوافدين من الأراضي الإسلامية لنشر الدعوة بين البربر، وهناك أيضا مشاريع أخرى لإصلاح أحوال العباد والبلاد في كل ما فتحناه. وهل أوكل إليك موسى شيئا تفعله في ذلك كله يا أخي؟ كل سيجد ما يساهم به بقدر ما هو مؤهل له، مثلما أن كل ميسر لما خلق له يا عثمان. فأعدا نفسيكما لفعل طيب بعدما يجتاز المشكلة. أستأذنكما، فقد دعا أمير القيروان قادته. حقا؟ إذا سننتظرك. بل انتظرا أن يرسل في طلبكما بعدما أحدثه. وصل الأمر أن نتملق أبا عبدة يا عياط. اهدأ يا عثمان، وإن شئت الحق علينا الآن أن نتملق الجميع حتى دود الأرض. ماذا؟ لا والله، إني أفضل لو أن الخليفة أمر بجلدي أو حتى قتلي هناك على أن يترك أمري بين يدي هذا الرجل وفي هذه البلاد. لكن الخليفة لم يفعل، وعلينا أن نقبل الأمر وأن ننحني للعاصفة الآن يا ابن عقبة.
حكاها. علينا أن نواصل التزلط والرياء حتى يطمئن إلينا، وعندها سوف نرى موضع أقدامنا جيدا، ونعرف كيف نخطو وسط زحام من العرب والبربر يوشك أن يدهسنا. علينا أن نستطلع الأمر في تلك المواقع، فهي معرضة للاختراق من قوات متمردي البربر، وكما ترون فهي تتركز هنا في الغرب وفي الجنوب وحول طنجة في سلسلة جبال الريف وفي وادي ملوية وأم الربيع. ولو اكتشفنا أن الحاميات في الأماكن القريبة لها ليس في طاقتها دعمها يا أمير القيروان، سنطلب المزيد من الدعم والمدد من مصر أو من دار الخلافة. ولما لا نضم للجند من أسلم من البربر كما انضم غيرهم؟ هذا يكون لو أن الدعاة قد نجحوا في مجهودهم. نعم، وسنعتمد على ذلك بشكل كبير على أن يكون انضمامهم إلينا طواعية. ولمن خلص إسلامه. وهل سنشق عن صدورهم حتى نتأكد من صدق إسلامهم؟ إنما يقودنا إحساسنا وإدراكنا لسلوكهم. هيا فليتحرك كل منكم لاستطلاع الأمر هناك على النحو الذي ذكرناه. هيا. أستأذنك يا أمير القيروان في كلمة أود قولها قبل رحيلي. أهي عن أخويك؟ نعم. علمت بقدومهما. ماذا تريد أن تقول أو أن تعرف أبا عبد؟ نطلب منك العفو يا أمير القيروان عما أقدمنا عليه بعد أن توهمنا أن غدرا يحيط بنا. العفو والعقاب من شأن أمير المؤمنين حيث ذهبت، لكنه أعادنا إليك دون أن يوقع علينا عقابا، وإذا فقد عفا. بل أرسل هذا الخطاب إليك يا أمير القيروان. لما لم تسلم الخطاب لي منذ البداية؟ أتعرفان ما به؟ نعم يا أمير. وإذن علي أن أنفذ ما أمر أمير المؤمنين به وأن أنفذ عقابه. وإذا طلبنا منك يا أمير القيروان عفوك وصفحك، وما كان عقابي في عفوي؟ الأمر أمرك يا أمير. خذهما إلى ساحة التدريب لنرى إن كان يعرفان استعمال أسلحة القتال أم لا. أسلحة القتال؟ سيدي أمير القيروان، نحن من أمهر جند. كف عن هذه اللجاجة حتى أرى وأحكم. لماذا لا يأتي والدك ليرى يا عبد العزيز؟ افعل ما أمر الأمير به دون ما كلامني يا عثمان. ما هذا يا عياط؟ أنحن موضع اختبار؟ ما الذي يحدث بنا؟ عبد العزيز أبدل السيوف بالجناب. يا أمير القيروان، نحن من أمهر جند المسلمين بشهادة الجميع، ما شأن هذا بما نحن فيه؟ أنتما جنديان شجعان إذن. نعم يا أمير. وما جدوى أن تكون من جنود المسلمين الأشداء وأنتما في جهالة؟ جهالة؟ عقبة بن نافع هو أبونا الذي ربانا يا أمير. لا يشفع أن عقبة أباكما، كما لا يشفع لولدي عبد العزيز إذا أخطأ أني أبوه، ومثلما لم يشفع لابن عمر أن عمر أباه، فحين أخطأ عاقبه على ما اقترف من جرم. وما من شيء منع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن على الملأ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لكنكما غلقتما آذانكما وقلوبكما عما يجب أن تعرفوه، لم تأخذوا أو تتعلموا شيئا عن الإسلام. إذن امنحنا فرصة يا أمير حتى أرى أن تقرأ قلوبكما أولا،
مما فيها من مرض وغل. عبد العزيز، أمرك يا أمير. الحكومة منذ اليوم بمجلس أحد الدعاة. لا يا أمير القيروان، لا ترفع صوتك. سيظلان في معية هذا الداعية ليتعلم من جديد. نجلس مع البربر كي نستمع لدرس. وهذا هو صوت جهالتك، يكشف عما في نفسك من مرض وغل. أجل، ستجلس مع البربر يا ابن عقبة، فهو الأكرم عند الله منك. لقد جاء البربر طواعية للهداية والدين، بينما تحيد أنت عن جادة الصواب بعد أن اهتديت. لذا وجب علينا أن نقوم الاعوجاج في نفسك. أي هاتف غريب، ليس الأمر مجرد حلم غائم، بل ثمة صوت لا أتبينه، صوت ينادي يقول شيئا هاما لا أتبينه، يدفعني في اتجاه أمر لا أدريه، يتعلق بالبحر. البحر، يا له من حلم متكرر مرهق، كلما جاء أدار رأسي لساعات. دعك من حلمك، فعليك أن تحسم أمر هذا الرجل هناك. موسى ينتظر الرد، والوقت ليس معنا، الوقت ليس معنا، الوقت ليس معنا. ماذا قالت؟ إلى أين يا سيزوت؟ لقد وصلت فلوريندا، وصلت مع أبيها، أليس كذلك؟ نعم لقد وصلت. هل رأيتها؟ لقد أودعها حجرتها بمجرد وصولها، ولا أظن أن ممكن لقاءها. بل لابد أن أراها، لابد أن أعرف كيف هو حالها. أي كنت منع الدخول إليها أو طلب لقائها؟
افهم ذلك يا سيزوت. لما؟ ماذا بها؟ ماذا تريد يا سيزوت؟ ماذا حدث الفلوراندا؟ ليست على ما يرام، تحتاج إلى راحة طويلة. أرجوك يا سيدي دعني أراها لأطمئن عليها. دعها لحالها. بل سأراها. سيزوت، سيزوت، فلوراندا، فلوراندا حبيبتي. أنا سيزوت. سيزوت من قدم حياته لإنقاذك. سيزوت من يضحي بروحه لأجلك. ماذا بك؟ أي مصاب حل بك فألزمك الصمت والغياب؟ ابتعد عني، ابتعد عني أيها الوحش الدنيء. أنت إذن أيها الكلب. أنقذني يا سيزوت، أنقذني، أدركني يا أبي. الملك، الوحش الدنيء الملك. فلوراندا. سيزوت، أنت هنا؟ أجل، أنا هنا لأجلك. ابتعد عني، ابتعد عني، دعني لعاري. كيف السبيل لهذا الكلب؟ كف عن الكلام ودعها حتى تبدأ. فلوراندا حبيبتي، حبيبتي، تعال. لا، اتركوني، لا، اتركوني. لؤلؤة، أين لؤلؤة؟ حسنا يا حبيبتي، سآتيك بلؤلؤة، سآتيك بها، تعال. لا، ابتعد عني. أنت أيضا تخليت عني، رميت بي للشيطان. وأنا أيضا. منطقة آمنة يمكننا أن نعسكر بها يا توماس. اسمي ملك الأوراس يا ويبة، ملك الأوراس. فلنعسكر هنا. ما كنت أخشى إلاك. ما جال بخاطري يوما أن يكون الخطر من لوزريق. أخبرتني الملكة كم أنت بريء مما أشاعه هذا الدنيء. الملكة، والآن ها هي الحقيقة المروعة تلطم وجهي، بل تهز أركان الكون فيما حولي. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف أرد؟ كيف أعيد لفلوريندا عافيتها؟ كيف تبرأ من هذا الجرح المخيف؟ بالدم. حين يتفجر الدم من عروقه الدنسة كالشلال، حين أفقأ عينيه الغارقتين بالإثم والخديعة، حين أعلق رأسه على باب القصر أمام أهل إسبانيا، ستبرأ فلوراندا. اللعنة، لابد من قتله. اسكت، اسكت وكف عن هذا الكلام. إنه رغم وضاعته ملك إسبانيا، ليس مجرد قاطع طريق نقتله، فأثق. وما العمل؟ لدي ما أعمله. وأنا؟ هذا ما عليك أن تفكر فيه أنت ومن معك. وكان يذكر مرارا وتكرارا كيف أنه منذ اختطفوك وصديقه أمام عينيه يحلم بأن يعبر البحر حتى يجدك وينقذك ويعيدك. حقا؟ أجل، ألم تحسين كيف كانت فرحته مزدوجة بعودة ابنه وعودتك في نفس اللحظة؟ ثمة رباط عميق يربطه بك، أليس كذلك يا لؤلؤة؟
الأمر مصدره نشأ. نشأنا منذ ولدنا معا في حي واحد وعلى نفس الشاطئ. حقا كان أبي وأبوه راعيين للغنم، وكنا نساعدهم أحيانا وننطلق في المراعي عند الغابة القريبة. يا لها من حياة جميلة لا تعرفها من عاشت في قمم الجبال. ولكن جاء من قضى على تلك الحياة وكان ما كان. لؤلؤة، أصحيح أن طارقا رمى بنفسه في الماء حين اختطفوك من أجل أن ينقذك؟ أجل، كان المركب يبتعد بنا وأنا أراه يندفع في الماء ثم يبتلعه الموج. ظللت أعتقد أن الموج ابتلعه وأبكي لذلك. حتى رأيته؟ نعم، وإن كان يأتيني في الأحلام كثيرا وقد وصل إلي وأنقذني. بل إنني حلمت مرة أنه أنقذ فلوريتا. طارق؟ نعم، جاء وهو يمشي على الماء وأنقذها كأنها كانت في نفس المركب الذي اختطفني. أما زالت تلك الفتاة تشغلك؟ أجل، حقا تودين العودة من أجل إقناع أبيها بعودتها؟ أجل يا نفسة، أرجوك ساعديني على ذلك. يا لك من فتاة عجيبة يا لؤلؤة. ماذا تفعلون هنا يا فتيات؟ ولماذا أنت مستيقظ حتى الآن أيها الشاب؟ ماذا تريد؟ أريد طارقا. إن كانت معك رسالة فهاتها أسلمها أنا إليه. بل أريد مقابلة قائدك بنفسك. اختصر وأظهر رسالة حاكم سبتة وعد من حيث جئت. أنا حاكم سبتة يا هذا. أسمعتم يا رجال؟ هذا الوغ يزعم أنه حاكم سبتة. هذه شجاعة منك يا سيد الكونت. بل هي ثقة فيك أيها القائد. ولكن لم نختبر بعضنا البعض بما يكفي لنقل قدرا من الثقة وقدرا من الحاجة إليك. أي حاجة ونحن مختلفان؟ لم أتلقى منك ردا على ما عرضناه عليك. لم أصل إلى قرار بشأن الرد بعد. أما فيما يتعلق بما جئت من أجله فآمل ألا نختلف. ألم تأتي لأجل الحصار؟ بل لي حاجة عندك. حقا؟ لؤلؤة. ماذا؟ لؤلؤة؟ إن ابنتي تحتاج إلى رؤيتها بشكل ملح يا طارق. إذن فقد عادت ابنتك من إسبانيا. أتعرف أمرها؟ نعم، كانت لؤلؤة مهمومة بأمرها، حزينة لأجلها بشكل مؤثر. ماذا قالت عنها؟ قالت إنها في خطر عظيم وإنها لابد أن تعود إلى سبتة. وما الذي دعاها إلى أن تتحدث في هذا الأمر؟ حتى أدعاها تعود إليك كي تقنعك بالسفر إلى هناك. وكانت تريد العودة لذلك؟ نعم، رغم أسرك لها طوال هذه السنين. خادمة مهمة. أكنت تعرفها أيضا؟ نعم أعرفها، ولكنك أنت الذي كنت تجهلها فلم تنصت إليها جيدا. بل اتهمتها ظلما وبغير حق. اتهمت لؤلؤة؟ بما؟ ما عاد يجدي. الآن أحتاجها كي تستعيد ابنتي طبيعتها، ولن يحدث هذا إلا بزيارة لؤلؤة. هي طلبتها وأنا الآن على ثقة من فائدة ذلك. تطلبه صعب.
فما الذي يضمن أن تعود إلينا ثانية؟ إنها منذ اللحظة حرة طليقة، وهذا ما قررته قبل مجيئي إليه. حول ما بيننا قبل أن تمضي. إن جندي ضاقوا بهذا الانتصار، وأنا لدي مهام في طنجة علي أن أتفرغ لها. لن أخفي عليك يا طارق، لدي الكثير لأعيد فيه النظر، فأمهلني قليلا من الوقت. لا لا، كل شيء على ما يرام. إذا دعك منهم وابقى معنا يا رجل. أطلقتني، ما الأمر بالضبط؟ عادت فلوريندا. حقا؟ وتحتاج إليك. أذهب إليها الآن أرجوك. تريث يا لؤلؤة، كأنك لا تعبئي بنفسك ولا بحياتك. لما تعودين لخدمة هؤلاء؟ أرجوك يا نفزة دعيني أفهم، ماذا حل بها يا طارق؟ كل ما يمكنني قوله هنا تحتاج إليك، على أن تعودي إلينا ثانية. لن تذهب لؤلؤة، كيف نضمن أن تعود؟ أنا أضمن أن أعود، دعوني أذهب إليها فقط وسوف أتفاهم مع سيد يوليان عن العودة. ما عدا سيدك ولا وليك، لقد منحك حريتك والتزم بعودتك إلينا. وأنت ضامن لذلك؟ أريد وعدا بالتزامك. نعم أعدك، لكنني لا أدري، كأنما فقدت القدرة على أن أحلم بعد ذلك. لقد منحوني حقي في أن أظل على ديني وأن أبقى على اتصالي بالبربر فيما حول سبتة. ولكن أنت وسط أهلك، ألا أبدو غريبا عنك؟ ألست أعيد إليك أيام الطفولة والصبا في داخلي؟ ألا أبدو غريبا عنك؟ ألست أعيد إليك أيام الطفولة والصبا في داخلك؟ كفي عن تلك الهواجس يا نفسة، فليس في قلبي طارق إلاك أنت والولد. إلا أن تقتحموا باب الكنيسة لتبيتوا فيه يا حثالة.
ادعوا للسيد الذي أطعمكم ومنعكم الأغطية يا بقر. خذ. تنحى جانبا يا رجل. تنحى جانبا. لا انتظروا. انتظروا. لن يدخل أحد إلا بإذني يا حسالة. نعم يا أبا عمر. مثلما أفسد الروم على العالم أمنه وسلامه، أفسدوا على المسيحية مبادئها النقية حين اعتنقوها، فاختلطت نزعات القياصرة ونزواتهم بغطرسة الفرس وضلالهم، وكأن شيئا لم يتغير في عالم الغابة هذا يا أبا عمر. إذن قد جاء هذا الدين في وقته أيها الأب الفاضل أباس. أترى؟ لكن هذا لا يعني أننا أفلسنا يا أبا عمر. لا بالطبع، لكنه خلل أمسك بأطراف العالم، لذا كان العالم في حاجة إلى ميزان جديد يحكم الخلل ويعيد الاتزان المفقود في الأرض. من؟ رخشلتس أخي، متى وصلت إلى إسبانيا؟ إنه صديقي مسلم. مسلم؟ إذن أمضي أنا. دعني أستضيفك في الغرفة المجاورة. اقبل ضيافتي. فليكن لك ذلك. السلام عليكم. وعليكم. إنها مفتوحة. المكان كله مفتوح أمامك. ألم تخاطر بالحضور؟ أعلم أن مجيئي إليك هي بالمخاطرة، ولكن ماذا أفعل وقد أحسست بوصول رجال لوزريق إلى مكمني؟ حقا؟ نعم. وهل تبعوك؟ لا أظنهم استطاعوا، لقد رحلت عن بروفانس منذ أسابيع حتى عبرت إلى إسبانيا، وما إن وصلتها حتى قام الأشراف من أصدقائنا بتغطية الرحلة من بدايتها حتى وصلت إلى إشبيلية. إذا تحدثت معهم بشأن الرسائل المتبادلة بيننا؟ نعم، إنهم جاهزون لمواجهة الوزريق في أركانه. لقد وصل عبثه مداه منذ قفز إلى العرش، مد أطمعه إلى أملاك أخيك الملك. أملاكه؟ وأين هم أبناء أخينا؟ إنه يمارس معهم كل ألوان الخديعة والخبث والعبث. هكذا إذن؟ اسمع يا رخشندس، يجب أن لا نتسرع، إنني أعد للأمر بهدوء. سامحني، سامحني يا مولاي، رأيت ما فعل هذا الرجل؟ يا ربي يا ربي مولاي، لقد كنت أقوم بتوزيع الأغطية على فقراء إشبيلية، فاندفع هذا الرجل مهرولا كالعاصفة ولم أستطع منعه. سامحني، سامحني يا مولاي. إنه يبدو من الدخلاء الذين يهبطون على مولاي بين حين وآخر. كفى كفى يا بنيامين، رأسي مصدع. إذن دعني يا مولاي، دعني أتولى أنا أمره. هيا هيا أيها الرجل الرزيل أمامي. دعه يا بنيامين، أنا أريده، فانصرف. سأنصرف، ولكن هل يبيت في الكنيسة؟ هذا يكفي يا بنيامين، عد إلى توزيع الأغطية. هيا. باركك الرب، باركك الرب، باركك الرب. أما زال يعمل لديك هذا الرجل؟ يبدو أنه لم يتعرف علي. لا خوف منه. ولم لا؟ كما أن الوزريق يلاحقني فهو يترصدك. بنيامين يصل بيني وبين طائفته من اليهود الفقراء، فبعدما كان أخوك غيتشا قد خفف عنهم، عادوا يعانون مثل كل العامة من حكم الوزريق. انتظر لحظة. مولاي، كنت أريد أن
أن أسألك، هناك بعض من الأغطية في القبر، هل وزعها على الفقراء؟ وزعها يا بنيامين. باركك الرب، باركك الرب. أكنت تتنصت علينا يا بنيامين؟ من؟ أنا أتنصت على مولاي. يا ربي يا ربي سامحه يا رب، أنا خادم أمين مطيع لمولاي. هيا انصرف. فوجئت بذلك؟ نعم. إن هذا الرجل عميل لرجال الوزريق في إشبيلية. سنرى، دعنا منه الآن، علينا وبسرعة أن نجد لك مكانا نخفيك فيه. عذبني وأبعدني الوحش الدنيء. ولكن قولي لي، ماذا حدث؟ ماذا حدث يا فلورينتا؟ ماذا حدث؟ حدث أنني ذقت الموت 1000 مرة، في كل يوم 1000 مرة، معي نستعيد ملامح وجهي البشع حتى أسقط ثانية في الموت. وتلك الفتاة لورا التي سيعذبها الرب دست لي سم النعاس في الشراب الطاهر. مما فعلوه يا لؤلؤة. يا ويلي، كان علي أن أبقى بأي ثمن. لما تركتها يا سيدي؟ لما؟ لقد توسلت إليك. طبيب الملعون اليهودي كان يدفع بي للموت وللقبر، جاءني بالسم كما جاء الملك، كما فعل مع الملك. عما تتحدث فلوريندا؟ عن قاتل الملك يا سيدي. قتله ونحن شاهدون. ما كنا أعلم أن دوري آت يا لؤلؤة. أكان يريد قتلها أيضا؟ مثل ما قتله. لا، ابتعد عني، دعني لعاري. لا يا حبيبتي، ما زلت الطاهرة النقية. لم أعد كذلك. لوث الشيطان ثوبي وأودى بي إلى الجحيم. لا يا فلوريندا، لا تقولي ذلك، أرجوك لا تقولي ذلك. ما زلت ملاكي الطاهر العفيف. صدقيني، صدقيني، سأطهر ثوبك بدمه. ما يكفي دمه، ما يكفي دمه. أي ثمن يكفي لكل هذا يا الوزريق؟ فلتكن نهاية عالم بأسره. لست أدري ماذا أقول. تضرب حصارا حول موقع يهدد وجودنا في طنجة، ويمكن أن يسمح بهجوم من البحر يهددنا في إفريقية كلها. وأراك لا تحسم الأمر، تنتظر ردا يبدو أنه لن يجيء. بل سيجيء، لقد جاء يوليان هذا إليك بقدمي، كان هنا وتحركنا ذهابا وإيابا حتى تجيء إليه بلؤلؤة. لم يبقى إلا أن نبعث بطبيب من طنجة العجل بن. كف عن تلك السخرية الغبية يا طماشكا. هذا حال قلب رقيق لا قلب محارب يا طارق. وما يمنع قلب المحارب أن يكون قلب أو قلب محب أو قلب عاشق لله؟ الأمر بيننا وبين يوليان ليس بهذه البساطة. كيف؟ إما أن يسلم أو نبدأ في اقتحام هذا الموقع الخطر. أما أن هذا موقع خطر فهذا ما يتفق معنا فيه أمير القيروان وقادته. لكن ثمة أشياء أبعد مما طرأ. ثمة شيء يوشك أن يفصح عن نفسه. كأنك تتحدث عن هذا الحلم الذي يعاودك، لا عن مواجهة حاسمة هنا. أطراف معسكرنا تتعرض للهجوم يا طارق. أرى
الرد إذن أن نقتحم سبتة. مزريق فعل فعلة دنيئة مع فتاة طاهرة. هناك مؤامرة تحاك يا مولاي. الأمر أمر مولاي دائما. لقد نجح الوغد الأحمق يا مولاي. قد صرت ملوثة. أيكون هو أيضا طارق بن زياد؟ إسبانيا تقتل هذا المسلم. هل شبت الحرب هناك؟ لقد اهتزت الأرض من تحتك يا ابن زياد حينما تحرك يا توماس. هذا الوغد كان يخدعك بمعسول الكلام. فتلك ضربة قوية لطفل المسلمين المذلل طارق. وسنرى على من ستدور الدائرة يا المسلم. أن ما حدث لفلوريندا هو موت لإسبانيا. هذا البحر أحلم بعبوره منذ كنت صغيراً.